السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، ليلتكم سعيدة إن شاء الله وصحة فطوركم، وإن شاء الله أيامكم كلها مباركة، وإن شاء الله كل أيامنا انتصارات وزحف على ميليشيات الكرامة الإرهابية. اليوم الحق كان في أخبار سارة جدا جدا، وهي تقدم كبير نحو مطار طرابلس العالمي ومنطقة قصر بن غشير من 4 محاور، وكان هناك حتى أحد المحاور يمثل عملية التفاف على قوات العدو، وكانت الخسائر كبيرة، عدد الأسرى تجاوز 23 أسير، وتم تدمير عدد من الآليات، والآن قوات الجيش في وضع ميداني متقدم مع تحفظ بعض القادة الميدانيين على النقاط الحالية لتمركزاتهم. عنوان حلقة اليوم مشاهدينا، أو تقدروا تقولوا يعني الزاوية الأبرز في هذا الموضوع، هو أن التحقيق اللي أجرته قناة الجزيرة واللي بيّن تورط ميليشيات حفتر الإرهابية في تعاملها مع الكيان الصهيوني ومصر والإمارات وفرنسا لفرض السيطرة على الأرض في ليبيا. يعني هم زمان قالوها، قالوا نحن حنستعينوا حتى بالشيطان، مختارش علينا أن الشيطان اللي يحكوا عليه هو الكيان الصهيوني. حاولوا أنهم يدرقوا على الحاجة هذه، وجايبين فيديو اليوم نشرته شعبة الإعلام الحربي ودارين عليه دعاية، وحنعرضوا لكم فيديو بعد قليل ومش عارف شني، على أساس أن في مرتزقة أتراك قاعدين مع حكومة الوفاق الوطني، وعرضت فيديو لأحد المدربين الأتراك يعطي دورة في قيادة المدرعات التي قامت حكومة الوفاق باستجلابها بعقد رسمي مع الحكومة التركية. مرحبتين بك أسامة، ما رأيك في القصة هذه؟ أهلا أخوي مصطفى، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. خلينا نبارك تقدم الشباب الجيش الوطني الموجودين في الجبهات اليوم، حق انتصارات كبيرة جدا في الواقع، وكانت الجبهة خاصة جبهة المطار وما جورها جبهة ساخنة جدا، وكان تراجع واضح جدا من ميليشيات حفتر، ويبدو أن هذا التراجع يعني من أسبابه حتى انهزام الروح المعنوية عند ميليشياتهم، وكأن بعد وعودهم أنهم حيخشوا طرابلس في 20 رمضان، وبعد اتضاح أن هذه مجرد كذبة ووهم، صارت المعنويات في الحضيض وصارت قواتهم تتراجع، خاصة وبعد الخسارة اللي خسروها اليومين الماضيين، اليوم أيضا تكبدوا خسائر فادحة. اليوم شفنا دبابات محترقة في الميدان، شفنا قتلى عدد كبير جدا منهم، شفنا فرار مجموعات منهم من جبهة المطار والقصر وتلك المنطقة. فالحمد لله على هذه الأخبار المفرحة، ونثمن هذه الانتصارات ونشيد بها، ولا ننسى أن نشيد أيضا بالطرحة المليحة اليوم. بسم الله ما شاء الله، بارك الله فيك، الله يزبون، طال عليك جدا يا مصطفى، طال عليك جدا، تبارك الله، هذا من ذوقك والله، أحاول بكل جهدي دائما أنك تكون أنيق، نكون في على الأقل حتى في 10% من أناقتك يا أسامة. يا سلام عليك، مش احنا الحلقة هيك نتبادلوا في المديح؟ لا فكنا من الجو، فكنا من النفاق العلني هذا. أسامة، قصة المرتزقة وعملاء قطر وتركيا والديسك المخبش هذه اللي قاعدين إلى حد الآن يلعبوا عليها، طبعا في بداية الحلقة قلت للسادة المشاهدين أن بعد الفضيحة المدوية والمعلومات اللي نشرها تحقيق قناة الجزيرة، يعني بصراحة معلومات صادمة جدا، ومعلومات كلها بالدلائل اللي تحكي على دعم إماراتي ودعم فرنسي ودعم مصري لقوات خليفة حفتر، وبالتعاون مع الكيان الصهيوني، هذه هي أبرز، تحكي على طائرات نزلت في مناطق، نزلت لميليشيات خليفة حفتر، طائرات إماراتية جاءت يعني محملة بدعم لخليفة حفتر، وقبل أن تصل إليه كانت في الكيان الصهيوني. فنعم، هذه إشارات غريبة جدا في الواقع. أردوا اليوم، المفروض يعني شفنا أن المسماري أو بتاع مجموعة عمليات المنطقة الغربية والله خالد المحجوب، المفروض طلعوا قالوا لنا شن قصتهم هادو، وعلى الأقل طلعوا كذبوا قناة الجزيرة. هو مش بحاجة ردود الحين، المسماري والمحجوب وكذا لهم فترة مغيبين يعني. لا، هو المفروض يعني أنهم كانوا مشغولين عليهم يعني. إن شاء الله ربي يطمن بالك يا أسامة. المفروض طلعوا كذبوا، ما طلعوا لناش بقصة فيديو والله يروا حتى هم يجيبوا في أتراك معنا، وكأن عادي، إحنا عادي نتعاملوا مع اليهود، عادي جدا نتعاملوا مع مصار، ونتعاملوا مع إماراتيين، مع أردنيين، في سبيل أن ندمر بلادنا. لا، شوفوا مروا حتى هم جايبين أتراك.
قصدي هو الموضوع من أول ما طرحنا يا أسامة قلنا أنه ما في شيء حرج، والموضوع ما تمش من تحت الطاولة، يعني ما كشفت مثلا في تحقيق صحفي قناة العربية والله سكاي نيوز والله الحدث والله، قصدي الموضوع علني بين الحكومة الليبية الشرعية حكومة الوفاق وبين الحكومة التركية، وشيء طبيعي لما تستجلب سلاح حتجيب مدربين يدربوا، أنت بتسميهم مرتزقة أنت بتسميهم كذا هذا موضوعك، أنت تسميهم مرتزقة لما يصبح شخص آخر جايبهم لمصالح الخاصة، زي مثلا العقد اللي بين خليفة حفتر اللي بين صقر الجروشي وواسطة أخرى تقريبا ألماني وإيريك برنس متاع بلاك ووتر، هذه طبعا فضيحة مدوية جدا، وهذه تو في الحلقات القادمة إن شاء الله حنجيب العقد باهي الاستجلاب مرتزقة يشغلوا طائرات طيارين هم يشغلوا طائرات الإير تراكتر اللي موجودة في قاعدة الخادم. لا يعني وماتوا طيارين فرنسيين ايه وفرنسا أعلنت عنهم وأقامت لهم مراسم عزاء. أعلنت بعد الموت. أي بعد الموت. أي مش قبل. أي بعد الموت. نعم. ايه بعد الموت. ما كانش في عقد بين الحكومة اللي حكومة التنية سيدي هاي حتى وين قلنا إن هي تمثل شرعية بالنسبة لهم، ما كانش في عقد بينها وبين الحكومة الفرنسية للتعامل العسكري. ماتوا أظن في منطقة المقرون. في منطقة المقرون. إيه. فجايبين الفيديو على أساس إنه هو نصر إعلامي أو كأنهم يدرجوا في الفضيحة متاع الكيان الصهيوني أو ما نعرفش بالضبط، ومرتزقة وهذا فيديو لقيناه في هواتف واحد من الأسرى. يا أخي إن الفيديوهات عرضا من أول يوم. كم فيديوهات واحد من الأسرى ويديروا في الجو. خلينا نشوفوا الفيديو. خلينا نشوفوه الفيديو. وأعتقد جاهز يا مخرج الفيديو. بالمناسبة أنا مش حنكلمك على كلمة فيديو وفيديو اليوم لأن بصراحة لبستك منيحة فحنفوتها لك، قول فيديو عادي اليوم. بارك الله فيك. هو الفيديو أسامة مازال مجهزش يبدو، خلينا نتناقشوا فيه شوية. كويس. الفكرة في الموضوع أنك أنت يا حفتر تاريخك مليء بالحاجات اللي شو بنقول أنا يدرج منها الشيطان وجهه مثلا بهاي، وجاي تو تحكي على أتراك ما أتراك وقطريين ومش عارف شنو. يعني الحمد لله لرنا زمان في ليبيا أن في طيران بدون طيار قطري والله تركي، ولا رنا قواعد قطرية والله تركية، ولا رنا بعدين بالله دي بس خليني نفهم. أنا قطر اللي واكلة على قلبهم هذه، قطر يزعمون أنها داعمة للإرهاب. كويس. اليوم في مؤتمر في السعودية تو بعد أيام، مؤتمر لمكافحة الإرهاب، يمشي أخونا الملك سلمان هذا متاع السعودية، دعا له أظن حتى سراج، ويدعو أمير قطر، يرسل دعوة إلى تميم أمير قطر هذا لحضور المؤتمر. أنا شفت تدوينة طريفة جدا، تغريدة في تويتر لعبد الله الشريف، عرفت عبد الله متاع البرنامج، جايب صورة الملك سلمان هيك يكتب، واخذ قلم ويكتب مش عارف، فهو يعلق كأن الملك سلمان يبعث رسالة لأمير قطر يقول إلى الأمير تميم، أنت مدعو لحضور مؤتمر مكافحة الإرهاب اللي حضرتك بتموله. المضحك جدا إن لو كانت قطر هي الداعم للإرهاب وممول الإرهاب، ليش أنتم داعينها لمؤتمر الإرهاب؟ لكن يا مصطفى خليني نقولك، هي ديسكة هيك تنحفظ مع بعضها، تعرف لما يطلع المسماري يقول احنا في طرابلس نحاربه في القاعدة وداعش والإخوان، وكأن القاعدة وداعش والإخوان ممكن أنهم يحاربوا مع بعضهم، وكأنهم طرف واحد، وكأن الناس هادو هم نفس الأيديولوجيا أو نفس التفكير. وهذا مضحك جدا لأي إنسان متعلم شوية يقدر يعرف أن هذه سذاجة في الواقع، لكن هم أي شيء سيء حيقولوا أن قطر وتركيا والإخوان داروا. رأوا أنا كأسامة ما عنديش مشكلة جدا لو قطر أو تركيا والإخوان داروا شيء سيء، إحنا نقولوا أنهم داروا شيء سيء ونقولوا أنهم مش كويسين، الأمر عادي جدا، لكن ما تكونش الفكرة سذاجة وضحك على الذقون زي ما قال الأستاذ مطلل هذا الإعلامي المواصل لعملية كلامه. طلب صغير بس، لما تذكر الأسماء هذه أو الشخصيات هذه ما عادش تقول قبل كلمة الأستاذ، لأنك تهين في أي شخص يحمل هذا اللقب بصراحة. باهي مطلل حافظ نقول مطلل تمام. مطلل قا أنا رأوا أنا مقول أستاذ الله يا مصطفى هذا كله ضبط نفس باش ما نقولش الصفة اللي تخطر في بالي، عرفت؟ لكن معليش نحاول. مطلل قال إن صحيفة الجارديان مثلا صحيفة إخوانية. طيب بالله عليكم الناس اللي تناصر عملية الكرامة وتناصر حفتر وتناصر هذه الميليشيات المهاجمة لطرابلس، أنتوا تصدقوا في الكلام هذا؟ تصدقوا إن صحيفة جارديان صحيفة إخوانية مثلا؟ هل ممكن تصدقوا مطلل لما يقول لكم حاجات ثانية؟ وإلا أنتوا تعرفوه إنه يكذب، ومع هذا أنتوا تسمعوا له وأنتوا سعداء إنه هو يكذب عليكم. رأوا الموضوع غريب يا مصطفى، لما يطلع يقولهم الإخوان يشجعوا في الأرجنتين ولا الإخوان يشجعوا في مانشستر يونايتد،
ما تجيش معنا احمد المجدوب هو زعيم جماعه الاخوان المسلمين في ليبيا، لانه هو اكثر واحد شجع مانشستر يونايتد في العالم كله اكثر من فيرغسون. والله شيء غريب، شيء يا مصطفى ما ينفهمش. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي بنقوله يا مصطفى ان احنا ما عندناش مشكله ان نقولوا على اي انسان اخطا ان هذا اخطا، سواء كان قطر ولا تركيا ولا كائن من كان. المشكله يا مصطفى لما الاعلام يكذب علينا، يكذب علينا مره واثنين وثلاثه، واحنا شفنا المسمار يطلع مره واثنين وثلاثه وقال طرابلس فيها قاعده، طرابلس فيها داعش، قال ان السراج امير تنظيم القاعده. بالله لو انتم مصدقين ان السراج هو امير تنظيم القاعده، لو انتم مصدقين الكلام هذا فبصراحه الموضوع كبير جدا، لازم نقول له معاكم من جديد، نبدا معاكم من زرعه. ولو انتم مش مصدقين الكلام هذا وتعرفوا ان المسماري كان يكذب، فالمفروض بصراحه تراجعوا انفسكم. ليش تتبعوا في انسان يكذب عليكم؟ المسألة صعبة جدا ومش مفهومة يا أخوي مصطفى. نمشي لفيديو أو الفيديو اللي نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة لميليشيات الكرامة اللي هي متاع المخلوق الفضائي خليفة العبادي. خلينا نشوف الفيديو شنو عرضوا فيه وشنو قالوا فيه وخلينا نعلقوا عليه. لا عربي انجليزي كتبت مساج انفرت finish şey motor kaputunu indiriyor bir dakika motor kaputu Recep motor kaputu motor kaputu indiriyor kapu motor kapu هذا تسكر في القطع هذا من ثاني باب خلفه لا تكلت بدي صور دزيس الجيم في المول دقيقة وصل با نطلع وك الله دين دورة بينا دين يالله اشترى ما الحرج في ذلك يا أسامة إذا كان هو الأمر هذا تم جهارا نهارا بعقد بين الحكومة الليبية قاعدين نقولوا فيها ممثلة في وزارات الدفاع والداخلية واللي وقعوا على أو اختاروا أنواع المدرعات والأسلحة هم ضباط في الجيش عندهم مناصب قيادية عليا في الجيش الليبي والموضوع يعني تم جهارا نهارا يعني حتى لما وصلت الباخرة تم تصويرها صحيح هو بالعقل يا مصطفى الأمر ما فيش أي مشكلة لكن أنا ديما نقول لك إن هم يخاطبوا في عواطف الناس ما يخاطبوش في عقولهم. مجرد إنسان يتكلم باللغة التركية مش عارف موتور كابلا مش عارف شنو هو، فعامة الناس المؤيدين لحفتر حيفكروا مباشرة إن أوكي حكومة الوفاق جايبة مرتزقة أتراك، هم حيفكروا بهذه الطريقة مباشرة. والأغرب من هذا هم ما عندهمش مشكلة أن يقاتلوا معهم مصريين مثلا وإلا فرنسيين زي المستشار اللي صار لكم مشكلة في تونس القصة المشهورة هذه، هذا كل هذا ويقاتلوا معاهم المصريين. لكن انت تعرف ان الجيش الليبي والجيش المصري حاربوا في قصدي ميليشيات الكرامه هذه اللي سموا فيها الجيش الليبي هي والجيش المصري حاربوا في الارهاب في نفس اللحظه في مصر وليبيا في نفس التوقيت قلنا دائما في العريش وفي منطقه ثانيه في ليبيا. لما تشتد المعارك في طرابلس ديما يحدث انفجار لغم في العريش ويموتوا بعض الاشخاص. يعني سبحان الله يا رجل القلوب عند بعضها شوف. فخلاص فالفكره اللي بنقولها لك مصطفى هم يخاطبوا في عقول، اسف يخاطبوا في قلوب ما يخاطبوش في عقول. يعني لما انت تقول له بالعقل ان هذا جاب مدرعات ولازم يجيب حد يدرب عليها الناس هذو او يعلمهم كيف يستخدموها او كذا، هذا كلام ما ياكلش معاه. هو يبي يصدق ان اللي قاتلوا فيها هنا هم اتراك، وهم يا رجل قالهم المسماري اللي قاتلوا افغان في طرابلس. والمشكلة يصدق في الكلام هذا، الناس يصدقوا في الكلام هذا،
أنا تلقيت مع واحد والله من فترة في طرابلس هنا في مقهى، فشد الحوار هيك، وكان من مؤيدي حفتر، فقال لي باين أنت عاجبينك الأفغان اللي حاربوا في طرابلس هنا في طريق المطار. قلت له والله ما شفتهم روان، مشيت لي في عين زارة، مشيت للجبهة في عين زارة وشفت الشباب المقاتلين، ما شفتش مش ليبيين. أنا لو في إمكانك نقول لشفتهم بعيونك والله ريت الظل متاعهم. بالضبط زي ما قال المسماري. فهو مجرد يسمع في كلام المسماري ويصدق هذا. يا راجل عندنا ناس في طرابلس مصدقين إن جماعة وصلوا جزيرة الفرناج، ناس مقيمين في طرابلس عايشين معنا في طرابلس ومصدقين. والله شكله اللي فيها حجاب جزيرة الفرناج اللي فيها الموضوع. هو الفكرة مش مطبعة، أنا قلت لك الناس تصدق أي شيء. يوم اليوم نشوف مبخرها تو. اي صدق اي شيء. لا احنا في التناصح ما تقولش مبخرها، قول مرقوها. مرقوها رقية شرعية صح. فنقول لك هم يصدقوا اي شيء يعني يدغدغ عواطفهم، اي شيء يجي على الجانب اللي يبوه. ولهذا هم من السهل يصدقوا الكلام هذا، عرفت؟ ومش غير مدربين اتراك، لا هم غضوا. لو قلت لك يا راجل المسماري قال لهم الظواهري موجود في طرابلس، أي من ظواهري رجل الثاني في تنظيم القاعدة قالهم موجود في طرابلس وهم مصدقين الكلام هذا. فالأمر مش بقى نعطي لك من زاوية أخرى يا أسامة. أن حتى الطيارين المجرمين اللي اختاروا أن هم يصطفوا في صف حفتر ضد رغبة الشعب الليبي وانتهكوا حرمات الليبيين ويقصفوا المدنيين ويدمروا البيوت على رؤوس ساكنيها، هذا ما تدربوا في روسيا، عدد كبير منهم تدرب في يوغوسلافيا، معناها هذا مرتزقة، لأن مشو دربهم واحد روسي، معناها هذا مرتزقة حتى هم ويقاتلوا مع مرتزقة. غير هم هنا ما قالكش تدربوا في تركيا، هنا قالك جابوا واحد تركي دربهم. إيه عادي ما يجيبوا بعد تالي حتى فرق صيانة يجيبوا فيها تصين في الطائرات في 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 أرض المطار. على الأقل لما تجيب الطاقم يكون أقل تكلفة بس على الدولة الليبية، ما تدفعش رحلة وإقامة وكذا وصيانة الطيارة ترفعها غادي وإلى آخره، فيجيبوا في فريق الصيانة هنا. معناه حتى هذا مرتزقة، معناه حتى أنتوا اللي قاعدين يصينون لكم في الطيارات في قاعدة لبرق وفي قاعدة طبرق وفي مطار بنينة وفي قاعدة الخادم، قاعدة الخادم لا كلها جيش ليبي، الباقيين مرتزقة. فقصدي وين قاعدة الخادم؟ تقريبا في الإمارات. عطينا المادة الثانية مخرج، خلينا نشوفه ونمر مرور الكرام على إذا كان في خسائر جماعة حفتر اليوم. طبعا هذا شوية بس من المنحس اللي كلاها اليوم حفتر وجماعته، دبابة T-72. خلي الصورة تمشي. تم تدميرها في معارك اليوم. أولا خليني أثني على معرفتك العسكرية الواسعة يا مصطفى، مجرد شفت شكل الدبابة عرفت نوعها T-72 قلت صح؟ أيه. بسم الله ما شاء الله. هذا أولا. ثانيا فعلا هذه الصورة راهي قليل من كثير مما حصل اليوم وأمس أو لمس، راهو ثلاثة أيام الماضية هذه كانت المعارك يعني شديدة جدا جدا جدا، ولكنها اليوم تحديدا تميزت بأنها كانت متعلقة بانسحاب لميليشيات حفتر ومطاردة لفلوله من قبل قوات الجيش الوطني وشبابنا الأبطال البواسل اللي قاعدين يسطروا، والله يسطروا في ملاحم يا مصطفى وفي بطولات سيتحدث عنها التاريخ طويلا يعني. الحاجة الثانية أسامة أن أصبح في حاجة جديدة توا بعد اختراق قوات الجيش الليبي لترددات اللاسلكي بتاع جماعة حفتر، بدأ الانسحاب يصدر بأوامر من القيادات متاعهم. انسحب انسحب، يعني حتى هذه دليل على ان راهو اللي موجودين في ساحه القتال الان ما عادش فيه حتى زي ما نقولوا مثلا تشكيل نزل مثلا 20 سياره 30 سياره، راهو ممكن ما عادش مازال فيهم الا اربعه وخمسه، حتى درجه ان اللي يقود فيهم خايف انه يخسر الباقي كله. وهذه والله وان كانت يعني خبر يثلج الصدر على ان في خساره للميليشيات المعتديه على طرابلس، لكن في نفس الوقت تشوف كم الضحايا اللي حفتر قاعد يزج بهم كل يوم في هذه المعارك. وخليني بنشير بس لان بعض التعليقات حتى من اللي ضد عسكره الدوله واللي ضد مشروع حفتر يلوموا فينا دائما على ان احنا نتحصر على هذه الثروه من شباب ليبيا، يعني بغض النظر اسامه عن توجههم او ما دفعهم لهذا الحرب، لكن لو ان ما فيش مصيبة ربي ابتلانا بها زي حفتر ما كانوش الشباب هذوما يموتوا. صحيح صحيح، ودماءهم في رقبة حفتر وفي رقبة من زج بهم في هذه الحرب.
يا مصطفى والله اللي قاعد يصير اليوم في الجبهات شيء كبير جدا، وبالمناسبة اللي قاعد يصير من دور لبعض الشخصيات الليبية اللي نبعثوا لها كل تحية وإجلال وإكبار، اللي مش حابة تطلع في الإعلام واللي قاعدة تدير في دور، خاصة الشخصيات اللي كان لها دور في ثورة في فبراير في بداية الثورة، واليوم قاعدين يمشوا للمجتمع الدولي ويفهموا فيهم تماما في الوضع اللي صاير في ليبيا، يحاولوا يظهروا للمجتمع الدولي فداحة كذبة خليفة حفتر وادعائها في محاربة الإرهاب. أخص بالذكر الوفد اللي كان في روسيا، ولولا أني يعني ما نقدرش نسمي أسماءهم، لك شخصيات ليبية معروفة كل الليبيين يعرفوهم، شخصيات وطنية باقتدار، داروا دور كبير جدا في روسيا من يومين، لدرجة أن زيارة حفتر لروسيا الأخيرة ما نعرفش حتى أعلنوا عليها جماعة الكرامة، ولا منيت بهزيمة غريبة جدا. تخيل أن حفتر مشى لروسيا وما قدرش يقابل أي حد من المسؤولين الكبار في روسيا، بناء على الشغل الرائع جدا اللي دارت الشخصيات الوطنية، اللي مش هامها انها تطلع في الاعلام ومش هامها انها تاخذ الشو تاخذ الاضواء، لكن يهمها ان تقدم ما فيه الخير لهذه البلاد. وانا نقول لك ان راه الفكره يا مصطفى مرتبطه ببعضها، لما تبدو هذه الهزيمه الدبلوماسيه واضحه جدا لحفتر زي ما بدت خلال الايام هذه الاخيره، يبدا موضوع العسكري على الارض ايضا في هزيمه كبيره لحفتر، ويرجع دائما للقصف العشوائي. طبعا هو اصلا القصف العشوائي غالبا دليل على خساره على الميدان يعني، وهذا اللي شفناه احنا بالامس مثلا، لكن كويس خروجهم اليوم من هذه المناطق يخلي حتى مدى صواريخهم ربما لا يطال وسط المدينه يعني. لكن اللي نبي نقوله ان اللي صاير اليوم ان الهزائم باديه يعني، باذن الله هذه بدايه الهزائم لميليشيات حفتر، وباذن الله حيصير اللي يسموا فيه العسكريين الدومينو افكت، هذا تاثير الدومينو، تعرف لعبه الدومينو لما تسقط حجر يتتابع سقوطها مع بعضها. فاظن ان انسحاب اليوم وفرارهم من 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 يعني تمركزاتهم اللي كانت في جهه القصر او في جهه طريق المطار، هي باذن الله هو حجر الدومينو الاول الذي سقط من اجل يعني هذا التتابع. طيب أسامة، خلينا نشوف المادة الثانية اللي معنا في هذه الحلقة. مخرج مازال عندنا مواد أم لا؟ السيد محمد الجراح، طبعا هذه آخر نكتة من نكت جماعة الكرامة. الانتخابات البلدية، الحكم المدني الديمقراطي والجيش. محمد الجراح يقول: منذ فترة ومعارضي الجيش وقيادته يستخدمون مسألة الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي كحجة ضد الجيش، خصوصا عندما تم استبدال بعض المجالس البلدية المنتخبة التي كانت تعاني انقسامات ومشاكل داخلية وضعف الأداء خلال فترات الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنا والمنطقة الشرقية بشكل عام بعمداء تم تعيينهم من قبل الحاكم العسكري. تم إلغاء هذه التعيينات بعد إلغاء منصب الحاكم العسكري، وتم استبدال العمداء العسكريين بمجالس تسييرية من قبل الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله التنيئ، صاحب الرقم القياسي طبعا في إبطال العطلات والبقاء في أطول مدة في حكومة مؤقتة. يتساءل البعض: لماذا لا تعقد الانتخابات البلدية في بلديات المنطقة الشرقية التي انتهت مدتها القانونية أسوأ بلديات المنطقة الغربية والجنوبية، حيث أن على المستوى الداخلي والخارجي يتم استخدام هذه الحجة على أنها دليل على أن الجيش وقيادته ضد فكرة الحكم المدني الديمقراطي في ليبيا. طبعا هو أسامة يشرح في الوضع شن صاير وكيف واخدين هذه على الجيش بتاعه، هذا هو المهم تعالى. لكن توا بنشوفوا التحليل المتفطح لمتاعه، دهاليز دماغه عصارها نكي وفتشن بالفتاشه، فنشوفوا على شن تمخض. يقولوا: تمخض الجمل فوأد فأرا فولد فأرا، وش يبينا يقولوا: الزنازه كبير والميت فار. بحسب ما لدي من معلومات الله، فإن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني هي المسؤولة عن رفض عقد الانتخابات البلدية، وليس لقيادة الجيش يد في ذلك. ماذا تستفيد الحكومة وماذا يستفيد رئيس عبد الله التني من هذا الموقف الرافض للانتخابات البلدية، والذي يتم توظيفه بشكل سلبي جدا من قبل بعض الأطراف؟ يجب معالجة هذا الأمر بشكل سريع، خصوصا وأن الوضع الأمني في بلديات المنطقة الشرقية يسمح بعقد وإجراء هذه الانتخابات. الله عليك وعلي دماغك. كويس، كلني الحق أدعو أن الرجل هذا بعد يموت يؤخذ دماغه من جمجمته، الدماغ اللي هو المخ، ويحنط وينحط في السرايا الحمراء على الأقل يجوا نتفرجوا عليه. هو الرجل هذا يحاول أن يزعم
ان كل العمليات المنافيه للديكتاتوريه العمليات الاجراميه يا مصطفى، تخيل الليبيين اختاروا عميد بلدي، المنافيه للديمقراطيه مش للديكتاتوريه، للديمقراطيه اسف، تخيل ان الليبيين انتخبوا عميد بلديه وحطوا اصواتهم واختاروا مصطفى ليكون عميد بلديه، فيجي خليفه حفتر ببساطه يقول لا ما نبوش مصطفى، يحط حاكم عسكري من عنده. هذا يا مصطفى عمل كارثي. هذا تعرف لو في مجتمع عاقل، لو في مجتمع متفتح، ما كانش حفتر يلقى مناصر واحد ليه، لأن هذا العمل يعني ضربه بأصوات الناس عرض الحائط وسفه اختيارهم. ومع هذا ما زال الناس يناصرون خليفة حفتر ويشوفوا فيه شخص كويس. المشكلة إن يجي السيد هذا ويقول لك لا والله اللي حول عمداء البلديات رأوا مش خليفة حفتر، رأوا عبد الله الثاني. وهذا بصراحة سخف وسذاجة، وما أظنش أن في إنسان يصدق الكلام هذا، لا من أعداء حفتر زي حالاتنا ولا من أنصار حفتر. إحنا نعرفوا أن ما فيش حد يتكلم في الشرق مع حفتر، لا عبد الله الثني ولا غيره، لا برلمان ولا عقيلة صالح ولا، إحنا نعرفوا أن في الشرق ما فيش إلا صوت واحد هو صوت حفتر، وما فيش إلا كلمة واحدة هي كلمة حفتر لا يعلو فوقها صوت عندهم في المنطقة الشرقية. وإحنا سمعنا بعض أعضاء البرلمان قالوا لما نشوف بنقابله حفتر اللي هو المفروض موظف، لو صح أنه هو موظف في الدولة الليبية، أعضاء البرلمان المفروض أعلى منه سلطة، مع هذا يقولوا أعضاء البرلمان أنهم يقعدوا يستنوا بالأوقات الطوال، زي ما قال التكبالي، قريبة السيد التكبالي، زي ما قال التكبالي قال له قعدوا يستنوا ساعات طويلة، وقال ياخذوا منا حتى في تليفوناتنا، تخيل عضو برلمان باش يقابل حفتر يعمل ساعات طويلة يستنى وبعدين ياخذوا منا تليفونات. هو ما تحشمش فيها وقالها على الهواء هيك يعني، ما جحدهاش، يقول للناس رانا احنا هو قالها على الطاولة الخامسة. الغريب في الموضوع انه هو يقولها هو منزعج، ليش حفتر يعامل فينا بالشكل هذا؟ فقال لي نبي نوصل له يا مصطفى ان حفتر ما فيش صوت يعلو فوق صوته، إن الثني يأتمر بأوامر حفتر، إن البرلمان يأتمر بأوامر حفتر، إن كل المنطقة الشرقية يا مصطفى تأتمر بأوامر خليفة حفتر، وخليفة حفتر يأتمر بأوامر الإمارات والسعودية. الوحيدين اللي يرفضوا أوامر خليفة حفتر في المنطقة الشرقية هم الأبطال اللي قضي عليهم في قنفودة وفي الصابر وفي درنة غفر الله له. في حاجة تانية بنذكرك بها أسامة، لما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن فتح المراكز الانتخابية لتسجيل الناخبين للاستفتاء على الدستور ولإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللي كان من المفترض أن يتفق عليها في باريس وروما، شفنا شن صار، شفنا اقتحام المراكز، إحراق اللوحات الانتخابية والكلام اللي كان يطلع حفتر لا ما فيش إخوان، انتخابات بتجيب الإخوان، مش عارف شنو، فالكلام بعد هذا ما عادش فيه، الرؤيه واضحه، لكن انا بنقول للشخص هذا احنا شفناهم يمزقوا في اللافتات ويمزقوا في اللوحات نتاع المراكز الانتخابيه في الشرق. بنقول له بس ان التطبيل فن. هو اوكي تقول اي كلام يمدح الحاكم، لكن نقولها بواقعيه يعني، راهو علم يقروا فيه قرايه، مش اي واحد يخش فيه، كانك تبي سياره ولا تبي فلوس ولا تبي جواز سفر خاص زي صاحبنا ذاك. لا هم يا مصطفى في الواقع خليك عندك إمكانيات يعني. في الواقع للأسف هم فاشلون حتى في التطبيل. إحنا شفنا يعني لو تسمع كلام مطلل مثلا، تسمع كلام قناة الحدث وكذا، هتسمع إحنا عرضنا الفيديو ذاك الرجل اللي يقول إحنا مع حفتر لين يموت الشعب الليبي كله، وإحنا سمعنا حاجات أسوأ من هيك. فللأسف هم زي ما نكرروا دائما يا مصطفى، ما يتعاملوش بعقول، يتعاملوا بعاطفة. ولهذا ديما نقول لأحبتنا وإخوتنا اللي ناصروا خليفة حفتر ويناصروا ميليشيات الكرامة، من فضلكم حاولوا تفكروا بشوية عقل، حاولوا توزنوا بعقولكم مش بعقولهم، حاولوا تسمعوا كل الأطراف وثم تقرروا أنتوا بروحكم وين الصح وين الخطأ. نذكر المتابعين الكرام بسؤال الحلقة، ما هو رأيهم في يعني بعد الفضائح اللي انتشرت وأن ميليشيات الكرامة تتعامل مع الكيان الصهيوني، شعبة الإعلام الحربي بدل من تتحدث عن الموضوع هذا قالت أن في مرتزقة أتراك يقاتلون مع حكومة الوفاق، فهذه الدروشة اللي يتبع فيها خليفة العبادي والمجموعة اللي معاه شو رأيكم فيها؟ مخرج مازال عندنا مواد، والله نمشي للتعليقات 100%، مازال عندنا فيديو واحد مشاهدينا الكرام حنختموا به الحلقة مباشرة للتعليقات. أسامة أخونا عدنان النجار ابن الشهيد البطل عبد المنعم النجار اللي استشهد بعد المحاولة الانقلابية على القذافي في الثمانينات، صادر حفظه الله. نعم
يقول ان لابد نعرجوا شويه على فضيحه اختطاف النساء في درنا بعد تصفيه توارها ورد فعل المناصير لحفتر من الصحوات ولاعقي الحذاء العسكري، ام ان الدياثه اعيت من يداويها؟ اخونا عدنان، هذا الموضوع تحدثنا فيه بالامس يا اسامه، لكن لا باس من التذكير به يوميا ومرارا وتكرارا حتى يعي الناس. يا أحبتنا اللي أنتم قاعدين تناصروا في خليفة حفتر وقاعدين تناصروا في ميليشيات الكرامة، مسألة خطف النساء واعتقالهم في درنا، هل هذا أمر عادي عندكم؟ هل تشوفوا فيه أمر طبيعي وأمر صح هكي؟ فما نعرفش، ما نعرفش يا مصطفى. أحمد السويسي ونجم بعيو وآسيا معمر، عبدو عبادي أيضا، صالح، كلهم يحيوا البرنامج ويقولوا ربي يعطيكم الصحة وربي يحفظكم، حفظكم الله جميعا. أسامة المسلات يقول لك يا أخوي أسامة جماعة الكرامة هادو جمل، وجمل ما يشوفش لعوج رقبته في إجابته على سؤال الحلقة. صحيح، احنا قلنا الكلام هذا من قبل، قلنا وعين الرضا عن كل عيب كليلة، هو ما يشوفش القذى في عينه، في الجدعة في عينه، ويرى القذى في عين أخيه. ترجمة ترجمة أسامة بسرعة. المهم جمال ما يشوفش عواش رقبته، هذه الترجمة، المفروض سبتايتل يطلع علينا ونتكلم، عرفت؟ أبو محمد المغرب يقول اشتقنا للمسمار يجيبوا لنا حتى تسجيلات قديمة. والله حاضر، أضم صوتي لي حاضر، والله استحشناه للمليون. حنجيب لكم فيديو بإذن الله في حلقة غضوة ما يخطرش على بالكم ولا لي علاقة حتى بالمجال العسكري، تلبية اللي رغبتك أخونا أبو محمد المغربي، والله ما حنخليها في خاطرك. المختار النجار يقول ممتاز، علي عز الدين يقول يا أخوي أسامة قول الببغاء مطلل، يعني ينصح أنك ما عادش تقول كلمة أستاذ. باي ببغاء ما هيش إهانة، كويس. محمد يقول لا تنسوا أنكم أنفسكم من جماعة ليفي فلا فرق بينكم. هذه هي معلش ما فهمتهاش، يقصد برنار ليفي هذا اللي شدها زمان جماعة ليفي. خلينا نناقشوه بالعقل، برنار ليفي ما قعمز مع الشيخ الصادق، ولا قعمز مع وسام بن حميد رحمة الله عليه، ولا قعمز مع جلال المخزوم رحمة الله عليه، ولا قعمز مع بوكا العريبي رحمة الله عليه، قعمز مع ونيس بو خمادة، وقعمز مع بسلام الحاسي، وقعمز مع باقي قيادات. يعني هو خلينا نقولها باختصار وجهة نظري الخاصة أسامة، أنا لو أخير بين القدافي وبرنار ليفي أكيد حنختار ليفي، لو أخير بين القدافي ونتنياهو حنختار نتنياهو، فالأمر عندي محسوم وبالله ما عادش تدور عليه الموضوع هذا. أنا لو أخير بين القدافي وإسرائيل أنا أختار إسرائيل، فالقدافي عندي أسوأ شيء على وجه الأرض. بس عبالك شوية يا أسامة، بالله أقرأ غيرك. هو أنا في النهاية بكل يعني بنمشيها معاه بالجو بس ونقاش بالعقل، لان انا ردي اللي بنقول عليه المهم القدافي طاح بالضبط، قول ليفي قول بالزبط. مش عارف شنو دير رايك. غادة تقول شوفوا لنا وين المسمار، شنو زعمه محصل برده كان مدير لنا جو، والله شوف نديروا حسدنا في الضحكه، والله حسدنا في الضحكه الحق. لكن مسكين الراجل باش ما زال عاد شرح لكم عليه ظل وجاب لكم بريوش ترجمته بالانجليزي بريوش. اليوم كنت في حوار مع احد المثقفين كان يقول لي انهم استاءوا جدا من تعليق حجاله ركن اللي كانوا شباب يكتبوا فيها على الفيسبوك وتويتر، وكان تعرف تقوم حملات، انت تعرف كان منزل مجرد ما ينزلوا شيء تتعبى الصفحات حجاله ركن، وهذا سبب لهم اشكال حقيقي. فقال لي لعل اخفوه عشان تنقص الحمله، فعلا هي نقصت على صفحات السوشيال ميديا، فما نعرفش دقه هالتحليل هذا، لكن لعل يكون جزء في جزء من الحقيقه. لا هو الحق يعني توقع اي حاجه، بالذات لما انت بتمرر رساله معينه في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا، وتلقى اغلب التعليقات يعني يحطوا فيه ما شاء الله هيك كاتبينها قريب 200 مره، فالحق والله هو عارف ان اغلب الجماعه دروا نسخ لصق، لكن انا بنحيي اول واحد كتبها بالطريقه هذه، كيف ستفهم على بعض؟ غالبا يكتب في 6-7 ما يدري فيهم كوبي بيست كوبي بيست. نعيم علي يقول ربي يفرج على ليبيا رايح فيها المواطن البسيط، فعلا صحيح، يعلم الله انها هالفتنه اللي دارها حفتر هذه وداروها معاه باقي شله المجرمين هذه جت على الناس كلها بسيط على الناس مركب. والله والله فكرتني مصطفى، خلينا نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان، فبالله في هذه العشر الأواخر وفي هذا رمضان لا تنسوا إخوانكم النازحين في المدارس وفي يعني مراكز إيوائهم، راهو أوضاعهم يعني هم محتاجون لدعمكم، خاصة أحب رجال الأعمال والناس اللي فتح الله عليهم، راهو تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم أضعافا كثيرة، والله شكور حليم،
ويغفر لكم والله شكور حليم. فالله عز وجل شكور، يعني تخيل العشرة دينار أو المئة دينار اللي تدفعها والله عز وجل سيشكرها لك وسيضاعفها لك أضعافا يوم القيامة. الموضوع يعني مش متعلق، أنا قلتها حتى زمان لما تحدثنا على موضوع النازحين في الأسبوع الثاني من الحرب، تحدث أن حتى لو كنت تعرف أن في حد جنبك نازح يعني مأجر بيت جنبك أو كذا، فراه الموضوع مش مستحق هذيك المادية الكبيرة. يعني لو عندك فردة خبزة تقسمها أنت وياه، والله صدقني بالنسبة لي هو تعني قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، مش لأن الجانب النفسي يغطي على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة قد يقيك النار. أن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الله شكور، يعني ما تستصغرش الصدقة أو العمل الصالح. وفي وصف الأنصار الله عز وجل قال في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني مع أنهم كانوا فقراء ومحتاجين للي يعطوا فيه، ولكنهم كانوا يعطوا. فالأمر راهو يا أسامة ويا كل أحبابنا في هالبلاد، راهو لا يحتاج لرجال أعمال فقط، أي واحد يقدر يساعد. وحتى الكلمة الطيبة صدقة، لما تلقى أولاد صغير مثلا لعائلة نازحة تأخذ مثلا هو وأولادك وتطلع تدهور بيهم أو تحطهم في ملاهي أو تجيب لهم ألعاب أو كذا، راهو هذا كله والله بإذن الله تعالى يفرح ويزيل الكثير من الهم. يرتبط في هذه الأيام الأمر بالعشر الأواخر، يرتبط بزكاة الفطر اللي قدر تقريبا 5.5 دينار أظن الرقم اللي أعلنت الأوقاف. بالمناسبة أوقاف 2 أعلنت أن الزكاة لا تجزي مالا، لابد من إخراجها. وهذا مرتهم كل عام، يعني من لما ربي بلانا بالنبتة الخبيثة الثانية هذه. هذا صحيح، لكن أنا أظنها أول مرة الأوقاف تعلن أن الزكاة لا تجزي مالا، لابد من إخراجها طعاما. هو والله ما نبغى نفتحوه المجال هذا، لكن نقول لك إنه الإعلان أنها لا تجزئ مالا فهذا غريب شوية. كان علماء البلد الثقات وعلى رأسهم شيخنا شيخ صادق الغرياني حفظه الله صاحب الدليل كما يسمى عند من يعرفون المذهب المالكي، أفتى في هذا الموضوع وبين وجهة النظر وقال حتى أن إخراجها من الطعام يعني هذا هو السنة وجائز، ولكن على الحاجة هناك فقهاء أجازوا إخراج يعني البدل، وهناك من لم يجوز. الأوقاف في بيانها اللي أعرف فيها على قيمة الزكاة قالت أنها تجزئ مالا تجزئ طعاما يعني حبا، فكل واحد وزي ما يشوف هو، ما فيش أي إشكالية. ويعني في حاجة في باب الفتوى، الفتوى غير ملزمة ما لم تكن من عالم آخر أكثر علما. السلام عليكم، وعر علي الحاجات هذه روني أحكي لي عن نحو بس. والباقي راهو الفتوى ليست ملزمة، الملزم هو حكم القضاء. فالموضوع فيه يسر وفيه توسع، وما فيش داعي أن تتعاركوا كل عام وتقعمزوا بالسبعة بثمانية ينفار، تسيبوا أشياء تنفع وتمشوا لأشياء لا تنفع عبارة عن خصومات وجدال، وراه حتى الرفث والفسوق في الصيام لا يجوز. نكملوا باقي التعليقات يا أسامة، عارفك أنا تشوف فيه لابس زبون لابس ديسكة الشيخ وماشي العملية شيخ المليون. لا، والرفث والفسوق في الصيام لا يجوز، يجوز في الحج بس لا يجوز حتى في الصيام ولا لا في الصيام أيضا حتى هو لا يجوز من باب التذكير، يعني لأن الآية كانت في الحج فحتى في الصيام نفس الشيء. يعني غادة قرينا تعليقها أيضا. محمد علي البدري هذا مدهش روحه لي تقريبا أسبوعين، يكتب يقول إقامة طيبة في اسطنبول. باب لا عليك، ما عادش تقول مدهش روحه، ما اقرا تعليقه بس، ما عادش تعلق على الناس يا رجل، اقرا التعليق بس. ما هو والله نشوف فيني بعد الحلقه التعليق بارك الله اول مره يطلع لي تو هيك على اللايف. تفائل والله ان شاء الله اقامه لاسطنبول ان شاء الله ان شاء الله نمشي غادي. ادي شبح الكاميرا وكلم اداره القناه، واخد بالك يا اللي في بالي بقى. والله ماني عارف، ان شاء الله بلكي نمشي لاسطنبول أو نروحوا في مدرعة. عبد الهادي أو عمر الهادي يقول مبروك المولود وجعل الله وبارك، اللهم أمين، جزاكم الله كل خير. أبرار أيضا تهنئ، جزاك الله خير أختي. آسيا معمر تقول أين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات إلى آخره من اعتقال بناتنا في درنا. صحيح، مؤسسات المجتمع المدني المؤسسات اللي كانت تجتمع كل أسبوع في تونس وفي فنادق طرابلس، وينها سيدات الصف الأول؟ سيدات الصف الأول يصدعون لنا روسنا، وينهم من كل هذا الذي يحدث من الحديث؟ وين الحقوقيات اللي قطعونا بحقوق المرأة؟ صحيح، ما نبيش نسمي أسماء توا، لأني والله لغرض واحد فقط لا أتشرف
بان لساني ينطق اسم منها. الحمد لله باهي. الباقي عرفات ارواحهم، وفي اللي قاعد عندها حتى برامج الى حد الان، واعرف حقك ما اعرف حقك، فنبو نعرفوا حق النساء اللي تم اختطافهن امس او لمس، يا متاع اعرف حقك انت. انت قصدي لا، والمجتمع المدني احنا ما شفنا، المؤسسات هذه ما شفنا لهاش اي كلام. لا، ما صدعونا، صدعونا ان في قوانين تحرم المراه من حقوقها، ويحسب ان حقوق المراه تشد حجابها وترميه، وما يحسبوش حتى بغض النظر عن تعاليم الشريعه، فهو من عادات وتقاليد واعراف الشعب الليبي، يعني الحاجه اللي زي هذه. فصعب جدا ان نوصل معاهم لحل. والله انت لبست الزبون اليوم، طلعتك شيخ للمليون. اقرا باقي التعليقات. ساره الفاروق تقول ربي يحفظكم، نقعد نضحك لما نشوف تعليقاتكم، بالله يجيبوا لنا مقطع بتاع الكرامه اللي يدرب فيهم ويقول ينا علي، ينهرهم لحرف وخلاص، تدريب طياح ساعدهم ومزالهم. محمد علي يقول صح فطوركم سلمك. رفال محمد يقول خليهم يخرفوا على الاقل، احنا لما طلبنا الدعم ما انكرناش شيء. هو مش دعم، هو شراء، هو شراء يعني، هو عقد دولة مدفوع فلوسه. نعم. ما فيش حد تصدق على نبيه، وماشي بعقد رسمي بين الحكومتين، ما فيش اي خوف او حشم او كذا. وردة فبراير يقول واخيرا لقيتكم، الباهي الحمد لله. ام مروان تقول ربي يهدي العباد والبلاد في هذه الايام اللهم المباركه. آمين يا رب. أبو بكر الشيباني يقول تحية خاصة وخالصة لقناة التناصح، أنصح كل الأسر المحترمة بمتابعتها، ونأمل أن تصبح في المستقبل باقة من القنوات التخصصية. اللهم إن شاء آمين الله آمين. بإذن الله تعالى. اقتراح جميل والله، والله بجد اقتراح جميل. عادل مهدي الشين يقول مصطفى تبي مترجم كيف المسماري، ما مرات نقول مثل شعبي ما عادش نعرف كيف نترجموه، كيف نقولوا له. المسماري لما قال لا والشليله على البليله لو تتذكر، قعدنا ندوروا له في مترجم ما فهمناش معناه. الله يبارك في الشيخ حافظ جلالي بارك الله فيه، هو اللي اسعفني بترجمه هذا المقطع. ام يزن تقول اللهم نصرا مؤذنا بارك الله فيكم، الله الفرحه اللي في وجوهكم ترفع المعنويات. حنان أبو بكر تقول ربي يحفظكم يعطيكم الصحة على البرنامج. بالنسبة للمسماري فات القطار ما عندما يكذب حشاكم. رزان تقول معلش سؤال يا مصطفى، زكاة الفطر السنة حددوها دار الإفتاء؟ والله مازال تم تحديدها، وتلقوها على صفحة الدار بيان كامل واضح قيمتها. قيمتها خمسة دينار وربع تقريبا، ونصف وربع والله ما عدنا نتذكر. سعيد عبد الله يقول منورين يا شباب، وسلم لي على أسامة وقول له يرد علينا. شكله يتصل بك وما تبيش ترد. ما نعرفش رد. حاضر حرد عليك. شرايك تشاركنا معك في الانستغرام؟ طبعا نشوف نشوف تعليق. ما انت حضرتك لما قلت علي قصه المولود ثلاث ارباع التعليقات تعبت، فانا بناخذ حاجه لها علاقه بموضوع الحلقه. علي شكلون يقول يا مصطفى ربي يحفظكم، ما عادش تقولوا ميليشيات، هذا عصابات، ميليشيات ليس لها اصل في اللغه. يبدو لي هي ترجمه للفظ ميليتري ولا حاجه زي هيك يعني. هي التشكيل المسلح اللي خارج سلطه الدوله يعني، هذه هي باختصار جايه من كلمه ميلتري يعني تسليح عسكري أو كذا. خالد غيت يقول والله نجاح ثورة الشعوب ضد الطغاة سارقي أموال شعوبهم ستحيي نفوسا لا يحصيها إلا الله، موفقين، وسلامي لصديقي أسامة الرياني، وسلامي للجميع. شكرا الشيخ خالد بارك الله فيك، وفعلا أظن أن ثورة فبراير المباركة ستحيي نفوسا كثيرة بإذن الله. نختم مع تعليق هارون الرشيد يقول سنعيد ذكرى فبراير المجيدة من جديد، ونعلن النصر النهائي على أنصار انقلابيين موتاهم جيف، دماء شهدائنا الطاهرة لا تذهب هباء بإذن الله. هذا شيء أكيد. أسامة كلمة أخيرة قبل ما نمشي لفيديو ختام الحلقة. شكرا لك مصطفى، وشكرا لكل المشاهدين الكرام ولهذه التعليقات الجميلة، وحتى الناس اللي ضدنا والناس اللي ما يحبوناش يا ريت يكتبوا لنا في تعليقاتهم أفكارهم وليش يشوفوا فينا احنا غالطين. هذا يعطي فرصة للنقاش أحسن من مجرد يكتبوا سباب وكلام فاضي يعني. شكرا للجميع أخوي مصطفى. وصلتني توا رسالة على الخاص يأكدوا لي أن زكاة الفطر حددتها الدار بخمسة دينار ونصف. ونصف نعم.
نختم مشاهدينا الكرام مع هذا الفيديو، إن شاء الله كده يكون روقكم ويكون ختام جميل لهذه الحلقة، على الأقل أعصابكم تستريح شوية. إلى اللقاء، شكرا لك أسامة. شكرا طيب يا غالي. جات من الخارج كيف سيبيني؟ هي سفينة واحدة استراليا، خلينا آخر واحدة اللي 40 فرقة فيها. تكون شوية لك سمورة لو hombre si te va tú no si me voy yo